انا عملت اتصال بوزير العدل، كلمه واحده قلتها له، قلت له لن نتدخل في شؤون القضاء لان القضاء المصري قضاء مستقل وشامخ. مؤسسات الدوله محدش يقرب منها، مؤسسات الدوله محدش يقرب منها ويتكلم ولا يعلق عليها. اذا كنا بننشد بجد دوله مؤسسات بجد، يبقى لازم نحترم احكام القضاء ولا نعلق عليها، حتى لو الاخرين ما تفهموش الاحكام ديت.